اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء اينما كنتم، مرحبا بكم داخل قناتنا نجيت. قناتنا نجيت هي جديده في اليوتيوب، يلا تحلات في شهر واحد من 2000 شهر 6 واحد شهر 6 2020 حاليا، يلا وصلنا 600 ديال المشتركين من الفضل ديالكم من فضل التشجيعات ديالكم، ديباسينا 2000 ساعه، بقات لنا 400 مشترك وبقات لنا 2000 ساعه، غادي نوصلهم وغادي نفوتهم وغادي نتمسم، لان خطه تحطت تما كاينه استراتيجيه متبعينها وناجحينها وغاديه غادي مزيان هذه الاستراتيجيه. من بعد ما غتنجح لينا غادي نخرجوا وغادي نعطيوها للدراري وباش نختصروا عليهم المسافه، لان اليوتيوب هو بحد ذاته عنده لي تكنيك، عنده لي جاستوس ديالو، خصك تفهمو مزيان. اخواني اخواتي، حطيت لكم في الاسبوع الماضي في هذا الاسبوع الفارط مشروع ديال المقهى داخل الحديقه. هذاك المقهى داخل الحديقه يكفي ان يكونوا فيها 4 ديال الدراري ولاد هذيك المنطقه، يعني يكونوا ولاد حسان ولاد الرباط ولا ولاد المدينه ولا ولاد لويسون، المهم الناس ولا ولاد الودايه، الدراري اللي دايرين في هذيك المنطقه ياك. شنو غيخصهم؟ غادي يخصهم يكونوا 2-3 ماكسيموم 4 ديال الدراري، وغادي يديروا دراسه ديال الجدوى. الا كان عندك مشكل بالدراسه ديال الجدوى اتصل بيا انا نصوم معك دراسه ديال الجدوى، ما كاين حتى شي مشكل، ويكفي يكونوا عندكم بطائق ديال المقاولين داتشين، الا ما كاينينش غتكريو سوسيتي. كلشي داكشي غادي تحطوه في الدراسه، وديك الساعه تدفعوا لا بونك باش تستغلوا هذه الفرصه نيت اللي كاينه ديال الدعم الشباب. هنايا كما كتشاهدوا هذا النص اللي من هنا اللي هي سميتو حي شمعو، و الا طلعنا من هنايا تضربوا غادي نخرجوا في البحر ونمشيو مع لا غوت كوتيير، هذه كتدي للرباط والاخرى كتدي للعمارات ديال 25 مليون. هنايا الا مشينا للراس اللي هي في الراس، كاين الرومبا اللي فيها تويوتا، راه هي الرومبا اللي فيها تويوتا، وكاين تما كاينه ابرون شركه ديال جولد فيزيون. تحيه للغنيش، تحيه الدراري ديال ابرون كاملين 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 كاملين، مرحبا. وهنايا من هاد لابارتي من خارج داخل هاد الطوبيس غادي يمشيو تو ضربه، غادي نخرجوا في حي شمعو حي سعيد حجي. هنا في سعيد حجي الى مشينا ضربه كاينه واحد البقعه، هاد البقعه غتبيع مولاتها، بقعه فيها الار بلس 2، ما عرفتش انا بالضبط فين كاينه، ولكن كاينه في زنقه التازه. غنحيدو من هاد البلاصه باسكو كاين عندنا البرد، والبرد اليوم قوي بزاف، البرد كاين البرد. غادي نكملوا لي زانفورماسيون، غادي نشرحهم لكم هنايا بالضبط كيفاش دايرين. هنا كاين عندنا البقعه كاينه في سعيد حجي كما كتشاهدوا، كاينه في زنق التاجه، هنا في زنق التاجه في 1200، هنا في 207 فيها الار بلس 2 فوالا. المساحه ديالتها 80 متر تقريبا، بحال هكذايا بحال ديك البيضاء، بحال هكا البحر تقريبا، بحال هكا غادي تكون 80 متر هي هذه القياس ديالها الار بلس 2، بحال ديك البيضاء بحال هذيك اللي حداها، هادو كلهم طراسين 80. وعندنا مولاتها راه امراه، مولاتها كتقول بان راه باغا تبيعها، الثمن راه بين كوبينها، ولا كان وحتى باغا تدير روبريز راه يمكن لها دير معكم روبريز فوالا. الا كاينه شي ابارتمون في 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 في, في, في الرباط، ها هي النمرة التليفون ديالها اللي هي دي 06 07 24 09. اوكي 06 04 24 09. يلا اخواني اخواتي، كنهضروا هنا مع الناس ديال المشاريع، الناس ديال السيمه، الناس ديال البني، الناس ديال البروجيات. يلا طلعونا في ريوسكم، انا جبت لكم هاد الهوشه، اون فيما بانت لنا شي هوشه غنحطوها لكم شما كاينه في هاد القناه. قناه مازال ما محدوش، مازال ما حددناش ليها لو سيبل ديالها، مازال ما المهم دابا غنحطوا فيها داكشي منوع. يلا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، ما كنتم تهلاو فروسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.